الحميدي رئيسة مصلحة البرامج التربوية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. إذا اليوم نحن بصدد تنظيم النسخة الثانية من الملتقى السنوي لبرنامج العمل من أجل الشراكة للاقتصاد الأخضر. فهذا اليوم هذا اللي غنبغيو نذكروا فيه ونعبروا فيه على كذلك على تمكين المغرب وكذلك التزام المغرب بنهج واحد السياسة اقتصادية اجتماعية مبنية على أسس التنمية المستدامة. وبالتالي نذكر واحد المسألة، هنا وزارة الانتقال الطاقي هي نقطة التواصل الوطنية من أجل تفعيل وتنزيل كذلك هذا البرنامج منذ سنة 2019. وبالتالي غادي نبغي نذكر واحد المسألة مهمة، هو أن هذا اليوم هدف احنا كنعتبروه هو واحد اليوم دراسي تواصلي من أجل تعميق التفكير حول السبل يعني من أجل سريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وكذلك هي مناسبة من أجل تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات من أجل إعداد مشاريع اللي كتدخل في صلب جميع المشاريع اللي غادي تدفع لنا نحو لكسب عفوا الرهان الاقتصاد الأخضر. وبالتالي العديد من القضايا التي سوف يتم تناولها في هذا اليوم هي القضايا اللي كتتعلق بإزالة الكربون من الصناعة، كذلك المهن الخضراء، الجباية الخضراء، الجباية المناخية، المؤهلات مقاولاتية. وبالتالي هذا الشيء كله غيتم في واحد الاطار اللي هو تشاركي مشاركتي مع جميع الفعاليات بما فيها القطاع العام، القطاع الخاص وجمعيه المجتمع المدني.